مفتوح كالعادة الحقيقة لزميلنا كريم أحمد من فندق الإقامة، فندق إقامة اللاعبين، ونشوف أخبار فريق النادي الأهلي. يا كريم إزايك؟ حبيك يا كابتن إسلام، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهديك وكل متابعي ملعب الأهلي. طمنا على الأخبار، يعني النهاردة أنت مغير لنا الشكل فكويس، فطمنا على الأخبار. يمكن زي ما بنأكد يا كابتن إسلام، تحدي جديد بدوافع جديدة ومتجددة لفريق النادي الأهلي، ومباراة صعبة في ظروف صعبة على أرضية الملعب اللي أكيد أنت اتكلمت عليها بشكل كبير، وهتتكلم كمان يا كابتن إسلام على أرضية الملعب. كنا بنتمنى المباراة تكون في ملعب يصلح ليه لعب كرة القدم، مباراة قوية للاتحاد السكندري والنادي الأهلي، مباراة قوية أكيد طليقة بالفريقين، تكون بده تكون الظروف يعني أحسن من كده شوية، لكن النادي الأهلي يمكن عنده ظروف صعبة، متواجد هنا في الإسكندرية قبل مباراة الأهلي والزمالك القمة 117، فضل البقاء أنه يكون متواجد أيضا في الإسكندرية استعدادا لهذه المباراة، مباراة الاتحاد السكندري. مجهود كبير، ولابد ان احنا نوجه كل التحيه للاعيبه النادي الاهلي على الهدف اللي هم حاطينه قدامهم، وهي تحقيق بطوله الدوري العام. كل مباراه ليها هدف، ليها حسابات، ليها يعني حسابات كثيره جدا مع لاعبي النادي الاهلي وايضا كمان الجهاز الفني. خلاص اللي النادي الاهلي انهى استعداده بشكل رسمي لهذه المباراه. امس يمكن كان في تدريب قوي مستر مارتن لاسارتي، كان بيتكلم بشكل كبير مع اللاعبين على اهميه هذه المباراه، ولابد يكون في تجديد دوافع بشكل مستمر، وده اللي بياكد عليه الكابتن سيد الجهاز الفني. لعيبه طبعا يا كابتن اسلام مع المعسكرات المستمره بشكل كبير، وانت كنت احد نجوم النادي الاهلي، بيبقى في ملل من التدريبات، بيبقى في ملل من التركيز، لكن في مجهود كبير بيبذل من الجهاز الفني، كابتن سيد، كابتن طارق، كابتن يوسف، الكل بصراحه بيشتغل مع لعيبه النادي الاهلي، وايضا كمان الخبرات اللي متواجده في الفريق امثال فتحي وعاشور والشناوي، كل اللعيبه كمان بتتكلم بشكل كبير على اهميه هذه المرحله. لابد يكون في تركيز كبير جدا للاعيبه النادي الاهلي ابتداء من مباراه الاتحاد وبعديها النادي الاهلي. ايضا كمان هيتم الفصل بشكل كبير من مباريات الدوري العام وايضا كمان البطوله الافريقيه. ارجع معاك للاخبار والكواليس وايضا كمان اخر الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي في اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي يا كابتن اسلام. في محاضره فنيه اخيره للجهاز الفني بقياده مستر لاسارتي المدير الفني، بيحاول طبعا ان هو يتكلم على طريقه اللعب، الجمل التكتيكيه اللي كان بيطبقها امس في التدريب الاخير، الثغرات، نقاط القوه والضعف، كل الامور طبعا والقراءه الجيده اللي بيوجدها مستر مارتن لاسارتي من خلال الفيديوهات المستمره مع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والاجتماعات المكثفه مع الجهاز الفني للنادي الاهلي. خلاص يمكن الامور محسومه، التشكيل كمان يمكن المره دي الامر يكون مختلف شويه، يعني مستر مارتن من معلوماتنا من خلال اللي احنا عارفينه هيبقى في تدوير لبعض اللاعبين نظرا للتلاحم الكبير والارهاق الكبير اللي بيقابل لعيبه النادي الاهلي. مش قادرين ان احنا نقول التشكيل بشكل كامل او نقدر نقول بعض العناصر، يعني اقدر اقول لك ان جيرالدو يكون متواجد النهارده، وليد ازار يكون متواجد، حسين الشحات، لكن بشكل عام ما نقدرش نقول التشكيل، لان في يعني نقدر بعض التدوير النهارده وبعض اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك خلال المباراه الماضيه ممكن تكون متواجده في هذه المباراه بنسبه كبيره جدا على راسهم كمان وليد ازار، لكن بشكل عام الكل مستعد. مجرد ان احنا بنصل الملعب الامر بيكون مختلف، وزي ما اكد بنسبة كبيرة كابتن اسلام، يعني وارد جدا يكون احمد فتحي متواجد، كمان كريم نيدفيد اللي عايز اكد عليه وجوده واستعانة به من مستر مارتن لاسارتي بعد ايقافه في مباراة الزمالك، متواجد في فندق الاقامة، ادى تدريب قوي جدا وكان ليه جلسة مع مستر مارتن لاسارتي. حسام عاشور ايضا كمان كان في اهمية كبيرة جدا وفي تحفيز كبير من الجهاز الفني لحسام عاشور. في بعض الامور كده في الجزء الامامي لفريق النادي الاهلي، من الواضح النهارده يكون في اختلاف في بعض العناصر، اكيد الحفاظ على القوام الاساسي بشكل كامل لفريق النادي الاهلي، لكن هيكون في بعض برضه صالح جمعه بنسبه كبيره يكون متواجد. هو طبعا ايمن اشرف الوحيد اللي غادر معسكر فريق النادي الاهلي لتجدد الام الظهر من جديد، فالتفضيل كالعاده من الجهاز الطبي مستر مارتن للعوده الى القاهره، يعني بعض الجلسات البسيطه يتعملوا طبعا، ينزل مختص ثلج، امور طبعا كلها تكون ريكفري اللاعب للاستعانه به في سان داونز. من الوارد وبشكل كبير جدا يكون النهارده ياسر متواجد مع سعد سمير، احمد فتحي زي ما بنقول متاكد، لكن المكان نقدر نقول احمد فتحي في المنتصف، هل يكون في ناحيه اليمين؟ يعني الامر شويه يمكن مجهول بالنسبه لنا، حتى يمكن بعض الناس بتجتهد على التشكيل يكون متواجد. الناس يمكن قالت ان محمد هاني وايمن اشرف وسعد سمير ايضا وياسر ابراهيم وعلي معلول في المنتصف، كريم نيدفيد وحسام عاشور وحسين الشحات، جيرالدو وايضا صالح جمعه ووليد ازارو، ده اللي يعني الناس بتتكلم عليه، وده الناس اللي بتقول ان ده الاقرب، لكن يعني ما نقدرش نقول ان احنا كنا متواجدين في غرفه المحاضره طبعا لمستر مارتن ان هو بيقول التشكيل، لكن في بعض العناصر اللي باكد لك عليها هتكون متواجده في المباراه ما كانتش متواجده في مباراه الزمالك. لكن بشكل عام الكل
مستعد زي ما بقول لك، الدوافع المتجدده للعيبه للنادي الاهلي ده الامر المهم جدا اللي حابين ان احنا بنتكلم ونخاطب جمهور النادي الاهلي، ناكد ان في دوافع بشكل مستمر وفي اصرار كبير جدا وجديه للعيبه النادي الاهلي رغم كل الظروف المحيطه كابتن اسلام، مع اللاعبين، مع التلاحم الكبير، مع المباريات، السفر كمان رحله لسه كمان صن داونز يمكن رحله تستغرق 10 ساعات 8 ساعات بالطائره وايضا كمان ساعه ونص في الباص اللي هيكون متواجد في مطار جنوب افريقيا، لكن بشكل عام النادي الاهلي ان شاء الله يكون جاهز، النادي الاهلي عنده المقدره في ظل كل هذه الظروف ان يسعد جمهور النادي الاهلي ويستعيد سلسله الانتصارات من جديد في خلال دقائق بسيطه جدا هيتوجه النادي الاهلي ان شاء الله الى استاد. اتفضل يا كابتن اسلام. عايز اسالك برضو عن اللعيبه بينها وبين الناس، تحب تعرف الحاجات دي، اللعيبه بينها وبين بعض بعد مباراه نادي الزمالك ومباراه القمه 117 وكل ما قيل عن هذه المباراه والكوميكس اللي اتعملت على حمام السباحه والكلام ده كله، هل اللعيبه بيتكلموا مع بعض ازاي؟ انا عارف ان انت دايما متواجد معاهم ودايما موجود معاهم ودايما بتنقل الاخبار طبعا اللي ممكن تقدر تقولها، لكن الكواليس اللي ما بين اللعيبه هل خلاص يعني طبعا اتكلموا عن المباراه بعد المباراه، مباراه الزمالك بعد المباراه، ودلوقتي اكيد مركزين في مباراه الاتحاد، ولكن خلال اليومين اللي فاتوا كان كلام اللعيبه عن مباراه الزمالك ايه؟ يعني كانوا متوقعين ان هم نكسب، كانوا متوقعين ان احنا كده كويس، ان احنا تعادلنا في ظل الاجواء، بيقولوا لبعض ايه او بيتكلموا مع بعض ازاي؟ انا عايز اكد لك يا كابتن اسلام ان يمكن من خلال حتى مداخلاتي معاك في ليله المباراه وفي يوم المباراه وما اعلنا التشكيل طبعا كان على شاشه قناه النادي الاهلي بكل اللعيبه اللي شاركت، كل اللعيبه اللي كانت متواجده في المباراه الهدف كان الثلاث نقاط، لكن اللعيبه بعد المباراه مباشره يمكن الملعب اثر عليهم بشكل كبير جدا، كان امر صعب جدا لعيبه النادي الاهلي، النادي الاهلي كان عنده هدف واستعداد قوي جدا، استعد بكل قوه في الاهلي الجزيره او في مختار التتش عاد الى الاسكندريه بتركيز كبير جدا ونقلناه اكتر من مره لجمهور النادي الاهلي، لكن الاحاديث عقب انتهاء المباراه الملعب كان هو الامر الفاصل في هذا الامر، لكن مع صلاحيه الملعب ومع التركيز الكبير اللي احنا كنا شايفينه مع لعيبه النادي الاهلي الثلاث نقاط كان يكونوا من نصيب النادي الاهلي يا كابتن اسلام، ده يمكن كان امر مهم جدا، اللعيبه يعني مجرد نزولها الملعب الامر اختلف بشكل كبير جدا، لان خلاص انت مجرد انت تصل الى الملعب وتشوف ارضيه الملعب لا نقدر تنفذ جمل تكتيكيه ولا تقدر ان انت تنفذ اي امر خالص مع السوق الارض اللي احنا بنتمنى بالظبط يا كابتن اسلام النهارده كمان الامر يعني بنتمنى ان الارض تبقى جاهزه كمان للمباراه، هل حصل لان احنا عارفين ان مباراه الاهلي والزمالك على برج العرب في البطوله الافريقيه، لا يمكن الاستاد بيتجهز لمباراه اليوم، لكن الصح او ان احنا نقول ان كنا بنتمنى ان اتحاد الكره يعني خلاص استاد الماكس استاد ارضيته كويسه، المطر ما كانش فيه كتير وما كانش باثر بشكل كبير جدا، لكن القرار طلع ثم العوده من جديد الى استاد برج العرب امر كان صعب جدا طبعا، لكن انا عايز ارجع معاك لمباراه القمه، هي قفلت صفحه مباراه القمه، لكن لعيبه النادي الاهلي كان عندها هدف وحيد وهو الفوز في حاله جوده الملعب والظروف المناخيه تكون مساعده فريق النادي الاهلي، وزي ما تابعت يا كابتن اسلام شفت المباراه وشفت النادي الاهلي مدى الجديه والقوه والالتحامات القويه جدا اللي كانت بتدل ان في اصرار كبير جدا عشان النادي الاهلي يقدر يحقق الثلاث نقاط، لكن خلاص يمكن صفحه واتقفلت، النهارده مباراه لا تقل اهميه عن مباراه الزمالك، فرقه الاتحاد فرقه مميزه جدا لديها مدير فني مميز جدا، مباراه محتاجه تركيز، محتاجه حسابات فنيه، سيناريوهات عديده جدا بيتكلم عليها مستر مارتن، بيحاول انه يحضرها بشكل كبير مع اللاعبين، لكن ان شاء الله باذن الله كابتن اسلام النادي الاهلي يستعيد من جديد سلسله الانتصارات، جمهور النادي الاهلي منتظر عوده الانتصار من جديد للنادي الاهلي، وباذن الله النهارده تكون ثلاث نقاط المباراه من نصيب النادي الاهلي. انا معاك يا كابتن اسلام وفي اي استفسار كريم، يعني انا طبعا هستنى بعد المحاضره ان شاء الله لو في اي حاجه تخص التشكيل تبعت لنا، لو اول ما تعرف تشكيل المباراه الرسمي تبعت لنا مباشرة علشان برضو تكون دائما وكالعادة قناة النادي الأهلي هي أول من يقول تشكيل النادي الأهلي في مثل هذه المباريات الهامة. أنا بشكرك جدا يا كريم على تعبك خلال هذه الأيام، شكرا جزيلا، ولو في أي حاجة احنا موجودين.